هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المطوع. في هذه الحلقة سنتحدث عن اليوم الوطني لدولتنا الحبيبة قطر التي نتمنى لها دوام الأمن والتقدم. سنتحدث عن معاني ودلالات الاحتفال بهذا اليوم الوطني بجانب وقفة مع بعض مآثر المؤسس. أرحب بضيوفي الكرام الدكتور ربيعة بن صباح من سعيد الكواري، حياك الله يا دكتور. الله يحييك يا مرحبا، سعداء في هذا اليوم نكون معكم. الله يحييك. أيضا المهندس إبراهيم هاشم السادة، حياك الله يا أبو هاشم. الله يحييك، أنا سعيد حقيقة بوجودي معاكم وأتشرف بالمشاركة في هذا البرنامج. أيضا أخوي الشيخ علي بن راشد المحري المهندي، حياك الله يا أبو راشد. الله يحييك يا أبو محمد، وأشكرك على هالنخبة اللي في وطن النخبة الغالي. دكتور حدثنا عن معاني دلالات الاحتفال باليوم الوطني للدولة. هو ما من شك أن الاحتفال باليوم الوطني من المناسبات اللي نفخر بها جميعا حقيقة، واليوم الوطني كما تعلم يعزز الهوية القطرية، ونتذكر في هذا اليوم، هذا اليوم الذي يفخر فيه كل قطري هو عنوان للاحتفال بيوم يعني يحتفل فيه أبنائنا في المدارس، بناتنا في الجامعة، وعيالنا أيضا، الأب والأم في الأسرة. يعني يكفينا فخرا أن نجد الكل يهتم بهذا اليوم من أجل استلهام الدور الذي لعبه أهل قطر في السابق من خلال التفافهم مع حكامهم في تلك الفترة، إلى أن وصلنا إلى العصر الحديث الذي نواصل مسيرة في مجال البناء والتنمية. هل إضافة مهندس إبراهيم؟ 18 مثل ما ذكر الدكتور، يعني واحتفال بذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ قاسم بن محمد، وذكرى كذلك ما قامت عليه هذه الدولة من 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 مبادئ وقيم وأسس. فهذا يوم لتذكر كل هذا، ولتذكر ماضي قطر، ولمشاهدة حاضرها ونهضتها. فهو هي مناسبة الحقيقة للجميع لاستعراض هذه البانوراما اللي بدأت من 1878 إلى واقعنا الحاضر. براشد ما يحتاج أبو محمد ولا يهونون الدكاترة والأخوان، هو أنا أعتبره يوم الوفاء، يوم الولاء، يوم اللقاء، يوم الوفاء لمن سبقونا في العهد وأسسوا هذا البلد المبارك، ويوم الولاء هو التكاتف والتعاضد بين أبناء شعب قطر من جهة مع قيادتهم الحكيمة من جهة. هذا يوم الولاء. ويوم اللقاء احنا لما نلتقي في اماكن العرضات والتجمعات دكتور، يمكن احنا ما نلتقي في السنة كمجموعة كبيرة في منطقة معينة، يعني مثل ما هذا العدد اللي نشوفه في اليوم الوطني، نشوف الشيبان، نشوف ابنائهم، نشوف احفادهم، يصير في نوع من التعارف، نوع من التواصل. ايش نوصف هذا الكلام؟ نوصفه بانه فعلا تكاتف، بدون حواجز، بدون تكلف، بدون تصنع. فقيادتنا الرشيدة ولله الحمد تأخذ وتسن سنة حسنة، وهي سنة الأخلاق الحسنة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأيضا يتجلى إنسانية سمو الأمير وسمو الأمير الوالد وتلاحم الشعب حواليهم في أن احنا رسالتنا للعالم هذا قطر تنصر المظلوم وتغيث الملهوف، ها، وأيضا تتعامل بإنسانية وتعمل على التعايش، ودولة المؤتمرات ودولة التعليم ودولة مدينة التعليم التي جامعات العالم وأشهرها الآن متواجدة عندنا ولله الحمد في هذا البلد المبارك. فهذه عطاءات، وهذه رسالة شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وهذا الفضل، ورسالة لمن سبقونا وأسسوا هذا البلد، وجاء جيل بعد جيل، قائد بعد قائد، يحافظ على هذه الثقافة، يحافظ على هذه الهوية، وأيضا يستشرف مستقبل زاهر بإذن الواحد. لاحظ أخ علي أيضا أن
اللي يحتفل بهذه المناسبة هو المواطن والمقيم أيضا. أحسنت. وليس القطريين. أحسنت نعم صحيح. وهذه أيضا قمة التلاحم في مثل هذه المناسبة. دكتور يمكن أنا بأخذ سؤال من براشد وقال العرضات والقبائل تقيم هذه الأمور وهي الأسرة الواحدة اللي ما أشوفها لك فيها لكن أشوفهم مجتمعين يعززون هذا الانتماء وهذا الولاء لهذا الوطن في هذا اليوم هو الرد الجميل لهذا الوطن ليس يوم أو احتفال. ماذا يعني للدكتور ربيع الكوالي؟ شوف إقامة العرضات القبائل في قطر هي نوع من الاحتفال لإحياء تراث الأجداد والأباء في قطر. يعني العرضة كما تعلم هي كانت تستخدم في الحروب أيضا وقت النذير، كانت العرضة تقام في الأعياد لمدة 7 أيام كما سمعنا عن أهلنا في الشمال في الدوحة. العرضة لها أيضا تذكر روح الحماس لدى الصغار، تؤسس للشخص أنه يشب على هذا الشيء للدفاع عن وطنه مستقبلا، لأنه فيه المعقودة اللي يدورون بالبنادق في العرضة وفيه بسيوف والقردات وغيرها من الأسلحة والخناجر أيضا كلها كانت موجودة في السابق في قطر. العرضة فن الواحد يفتخر فيه حقيقة من أجل أذكار روح الحماسة في هذه المناسبة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة إلى المدينة وقف على باب مكة وقال لو أن قومك ما أخرجوني منك ما خرجت. هذا الولاء وهذا الحب لهذا البلد كيف يكون انتمائنا وحبنا لهذا البلد؟ والله الانتماء طبعا جبل الإنسان على حب لوطنه، بل احنا حتى لو تفكرنا في مخلوقات الله كلها تحب أوطانها ومناطق رزقها، فالحب للوطن هذا جبل يعني في الإنسان ويكون بمظاهر كثيرة. طبعا من محبة الإنسان لوطنه بداية أنه يحافظ على مكتسبات وطنه، يحافظ على تراث آبائه وأجداده في هذا الوطن، يحافظ على عقيدته، يحافظ على كل مكتسبات الوطن عبر التاريخ، ويبرز كذلك هوية هذا الوطن كمواطن. ويأتي هذا اليوم اليوم الوطني ليكون فرصة لإبراز الهوية القطرية وفرصة يعني استعراض ما تم إنجازه في قطر على أيدي من سبقوا من رجال قطر، وفرصة كذلك يعني شحذ الهمم لمواصلة المسيرة لبناء مستقبل أفضل لقطر. أبو راشد كيف يكون الإنسان سفير لبلده؟ الآن حب الوطن ما ذكرنا وسأل سؤال أبو هاشم، حب الوطن أنك أنت تنتمي لهذا الوطن، كيف تكون أيضا أنت سفير لهذا الوطن في الداخل وفي الخارج؟ صحيح. يعني إحنا إذا تكلمنا عن حب الوطن العادي، لو كان الوطن صحراء قاحلة قلبك يتقطع عليه من 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 هذا الحب وهذا العشق الأصيل لهذا الوطن، فما بالك ولله الحمد لما يكون وطن متطور، قيادة تعمل على اقتصاد قوي ومتين من خلال طفرات متعددة في سنوات قليلة جدا. أضف إلى ذلك يعني ولله الحمد صارت ثقافة عند شعب هالقطر هي ثقافة التعايش مع الآخر أيا كان. إحنا نتعايش الآن في عالم الإنسانية جمعاء، العالم مهب لأشخاص معينين ولا لمجموعة معينة ولا لدين معين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. فهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الرسالة السامية نجد قيادتنا الحكيمة، نجد سمو الأمير الشيخ تميم الله يحفظه في خطاباته لما يتكلم عن أخلاق أهل قطر في الداخل وفي الخارج. لما نكون احنا في الداخل والله الحمد هاي ما يحتاج ان احنا نصفها، المجموعه الموجوده هذه والنخبه اللي انا بينهم اعتقد ان الكتاب مبين من عنوانه والله الحمد. لكن حتى في الخارج لما نطلع مثلا في ابتعاث، لما ابتعث انا او ابتعث ابني للدراسه في الخارج، اخلاقك يا يبه هي تمثل قطر وهالقطر، سلوكياتك ربعك اللي تخالطهم ايضا كذلك. حتى لما نبتعث مثلا او نروح في مهام عمل، انا لما اجتمع في اجتماع او اكون في مؤتمر ما امثل نفسي انا كشخص، لكن معناته امثل وطني وامثل ديني وامثل بيئتي وامثل ثقافه مجتمع تعبوا عليه ناس من قبلنا. يعني من 100 سنه الناس قاعدين يشتغلون على اساس انه يعرف مجتمع قطر بالطيب وبالاخلاق
وبالفزع وقت الفزع. وبيقولون لك ترى ما بيقول علي بن راشد، بيقول شوفوا هذا قطري. صحيح. لأن قد يعني يشار لك أنك أنت قطري ليس باسمك أو باسم أبوك أو باسم عائلتك. أيضا إذا كان في الخارج، في الداخل كيف أني أنا أيضا اليوم الحمد لله التعليم وكل السبل قد وفرت للمواطن القطري، بس كيف يرد هذا الجميع؟ أنا أعتقد أن رؤية قطر الوطنية يجب أن نضعها في الاعتبار دائما، التي دشنت عام 2008 في عهد سمو الأمير الوالد وبرعاية من سمو الشيخ تميم أمير قطر الآن كان عندما كان ولي العهد. أعتقد هذه الرؤية لها أسس ولها استراتيجية بعيدة المدى 2030، التعليم، البيئة، الاقتصاد، الثقافة، الصحة، التنمية البشرية، والتنمية البشرية بشكل عام، خلق مواطن صالح يسعى لرد الجميل، والشعور بالمواطنة أيضا، أنت بما لك من حقوق عليك واجبات أيضا يجب أن تطبق هذا الشيء، ترد الجميل لهذا الوطن. احنا درسنا في المملكة المتحدة الماجستير والدكتوراه، مئات الآلاف صرفت علينا، لابد أن أيضا نرد الدين في هذا اليوم لكي نعبر عن حبنا لهذا الوطن. أنا أعتقد أن كل قطر اليوم، كل ولد وكل بنت يعني خدم هذا البلد صرفت عليها الملايين، لابد أن يرد الدين لهذا الوطن من أجل البناء والتنمية. مهندس إبراهيم، أيضا كل سنة شعار لليوم الوطني، السنة شعار يعني هدتنا يفرح بها كل مغموم. لو وقفنا أيضا مع هذا الشعار. طبعا الشعار، أولا نشكر اللجنة المنظمة على الاختيار، وفقت في اختيار هذا الشعار لأنه يبرز قيمة من القيم المعروفة عن أهل قطر حديثا وقديما، وهذا بيت من أو شطر لبيت من أبيات المؤسس الله يغفر له. الهدة في لغتنا المحلية هي الهجوم، بمعنى الهجوم، ومقصود هنا في هذا البيت المعركة معناته. وهداتنا يفرح بها كل مغبون، المغبون يعني غبن الشيء، يعني لما يقول غبنه في البيع يعني أنقصه في البيع أو ظلمه في البيع، حتى أن بيوع الغبن هذا تعتبر باطلة. فلما يقول المؤسس هداتنا يفرح بها كل مغبون، هذا المظلوم صاحب الحق يفرح بفزعتنا لإرجاع حقه له، فإحنا لا نفزع لباطل أو نفزع لأخذ حقوق الآخرين، بل نفزع لإرجاع الحقوق إلى. وهذه حقيقة مكرمة من المكارم اللي موجودة حتى عند العرب قديم، من الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر أخوي براشد قال إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، فهي من مكارم الأخلاق الوقوف مع المظلوم وإغاثة الملهوف. فهذا الشطر من البيت حقيقة يبرز هذه القيمة. و الشيخ قاسم عرف عن قصائد الحقيقة يعني التركيز على القيم والمعاني الفضيلة والقيم الإسلامية والقيم العربية الأصيلة في كل قصائد اللي ذكرها، وهي تعكس الواقع اللي هو يعيشه وما يؤمن به. لأن الشاعر إذا ذكر بيت شعر وعكس فيه أحاسيسه، فمن باب أولى يكون هو من يؤمن بهذا الكلام وهو من يطبق هذا الكلام. نتكلم أكثر عن المؤسس إن شاء الله بعد الفاصل. لكم براشد، أيضا عرف على أهل قطر أنهم أهل نجدة وأهل فزعة، يعني لهم مثل ما يقولون كيها كعبة المضيون. نعم، من عهد المؤسس رحمه الله وتعاقبا بمن مر بعده من القيادات الحكيمة والرشيدة الله يرحمهم اللي كانوا موجودين في السابق، والله يطول في عمر سمو الأمير الشيخ تميم وسمو الأمير الوالد، عملوا طفرات نوعية في وقت قصير. فعلا كانت الهدات قبل لنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، ها؟ وأيضا الآن في العصر الحديث والحالي أنشئت مؤسسات، الدولة أنشئت مؤسسات إنسانية وخيرية للعالمية أجمع، وهي امتداد لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء المؤسس من ذاك الوقت ومرورا بالقادة، والآن احنا في عصر نجدة وفزعة ونصرة للمظلوم وإغاثة للملهوف أيا كان، بدون أي عنصرية، بدون أي جنسية. قطر لا تعترف بأن تقول أن أنا أعطي الجنسية الفلانية أو أنا أساند الجهة الفلانية أو أساند الناس الفلانيين، تساند أي إنسان في العالم. فهذه رسالة راقية جدا، ويجب علينا أن احنا نستشعرها، لأن هذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، بأن تجد يا أخي قمة الهرم عندك في البلد يهتم بالداخل وبالخارج، يهتم بتنمية الوطن والمواطن وتقوية اقتصاده باقتصاد متين، وأيضا مد يد العون للخارج.
هذا ديننا اللي أمرنا فيه مساعدة الناس أيضا في الداخل وفي الخارج، لكن أيضا القيم اللي اليوم نأخذها من اليوم الوطني تكلمنا عن جزء منها، لكن أيضا خاصة عند أبنائنا وعند أطفالنا في ذي الجانب. يعني دعني أعقب على الشطر اللي اختير حقيقة قبل كل شيء. هذا الشطر يعبر عن حب الشيخ جاسم للشعب القطري والشعوب الأخرى. الفترة اللي عاشها المؤسس كانت فترة عصيبة جدا، فيها حروب في المنطقة، كانت دويلات ومشيخات، كانت الدولة التركية موجودة، الإنجليز موجودين، فهو أيضا حارب من أجل الدفاع عن توحيد شبه جزيرة قطر. القبائل القطرية كلها وقفت معه في تلك الفترة إلى أن توحدت قطر وحكم المؤسس. حتى الآن نعيش فترة حقيقة تمتد إلى أكثر من 150 سنة. هذه الفترة نستطيع أن نقول عنها بأنها فترة تتواصل فيها الأجيال ويتواصل فيه أبنائنا. حتى الآن بيت الشعر حقيقة يعبر عن هذا الشيء، يعبر عن نصرة المظلوم، وقطر تنصر المظلوم، كعبة المظلوم منذ تلك الفترة، وكما قال المؤسس. والقبائل القطرية ووجهاء قطر كان لهم دور كبير أيضا في الوقوف مع حاكم قطر. نتكلم أكثر دكتور أيضا نضيف الكرام عن المؤسس، لكن بطلع فاصل قصير ثم أعود إليكم فكونوا معنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أهلا بكم من جديد. حياة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد كانت حافلة بالعديد من الجوانب في شخصيته. كانت شخصيته كان قاضيا، كان إماما، كان حاكما، كان شاعرا. لم نتكلم أكثر في هذا الفقرة دكتور، لو حدثنا وأيضا ضيوف الكرام نتكلم عن مؤسس الشيخ جاسم كشخصية فذة ما زالت يعني التاريخ يتكلم عنها. شوف إذا تكلمنا عن خلنا نأخذ موضوع الشعر. يعني الشيخ جاسم الله يغفر له كان خطيب وكان إمام، وكان أيضا بجانب الحكم كان يعني يسعى أيضا لتوحيد قطر في تلك الفترة اللي كان فيها نوع من الحروب المنتشرة في الجزيرة العربية. إذا تكلمنا عن ديوان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد طيب الله ثراه، طبع في الهند عام 1907 تقريبا أو 1325 هجرية، يعتبر أول ديوان شعر نبطي يطبع في الجزيرة العربية أو في الخليج في تلك الفترة، وطبع في الهند في بمبي طبعا. كل أو جل أشعار المؤسس كانت تنم عن الحكمة، عن النصائح، المواعظ. فيه أيضا الرثاء يرثي إحدى زوجاته في هذا الديوان، وله أيضا بعض القصائد اللي يتحدث فيها عن واقع الحروب في تلك المنطقة، خاصة بين يعني الدول المجاورة لقطر أو الحروب اللي عاصرها المؤسس وابن الشيخ جوعان اللي هو الشيخ علي بن جاسم الله يرحمه. أيضا كان يعني يعبر عن هذه القصائد بعبارات وكلمات منمقة وجميلة، كانت تنم عن تلك الفترة العصيبة. الشيء الأهم في ديوان المؤسس أنه اشتمل على جميع الأغراض، يعني كل الأغراض الشعرية اللي كانت متاحة في السابق وفي الشعر العربي القديم. الشيخ جاسم حاول أن يطبق هذه الأشعار ويخرج لنا، ورغم أن الديوان يمكن فيه 11 أو 13 قصيدة، لكن تعتبر من الدرر حقيقة، خاصة الشعر اللي فيه نوع من الحكم. يا ويل قاضي الأرض من قاضي السماء، لعاد ميزان عن الحق مايل، هذا كمثال يذكر ودائما نذكره احنا في المناسبات. بيت من أجمل ما قيل من أشعار المؤسس ينم عن الحكمة، وغيره من الأبيات والقصائد الأخرى التي تتحدث عن واقع ذلك الزمان اللي عاش المؤسس. لو كانت هذه الحكم مش مو بجميلة ما وصلتنا إلى هذا الزمان اللي احنا نعيشه. أيضا امتاز شخصية الشيخ قاسم بأيضا ميزات، تحدثنا أيضا عن جانب آخر من حياة الشيخ جاسم. والله في بدايات الاحتفال باليوم الوطني تمت يعني الإخوان في اللجنة الله يجزيهم خير على عقد ندوات ثقافية، وكان بعض الندوات شارك فيها الدكتور كذلك. هذه الندوات جلب لها يعني العديد من الباحثين من خارج قطر، وكان هناك كثير من أوراق العمل اللي أبرزت جوانب عديدة للشيخ جاسم، حتى أن يعني الإنسان يراه متجسد أمامه. فوجدنا بعض الأوراق العمل اللي طرحت اهتمت بالجانب الأدبي مثل ما ذكر الدكتور. وأنا أضيف هنا أن الشيخ قاسم كان يقيد الأحداث بالشعر،
دائما يسجل احداث بالاضافه الى القصائد التي يعني جسدت او ركزت على وكرست الحكمه والقيم الاخلاقيه، الا انه ذكر كثير من الاحداث في 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 قصائده. كذلك كان هناك من اوراق العمل التي ذكرت نهم للعلم واهتمامه بالعلم، وانه كان يطبع الكتب في الخارج على نفقته الخاصه وثم توزع. حتى احدهم ذكر لي من شيبان قطر انه جاء مع ابوه وهو صغير في الوسيل، وكانت المركب جايه من الهند ونازل الكتب، وكان يأمرهم بهذه الكتب تذهب إلى عمان وهذه الكتب تذهب إلى كذا، وهذه كان يوزع الكتب ويقول أنا صغير وأذكر هذا الشيء حصل. فاهتمامه بالعلم خير من كتب عنه. يمكن في هذا علامة العراق الألوسي إذا تذكر الدكتور، يمكن العلامة هذا ذكر صفات من صفات الشيخ قاسم المؤسس، وأهمها كان هو تدينه وعبادته وصلاحه، وكذلك ذكر جوانب من حكمته وحنكته وقيادته، يعني علامات القيادة اللي موجود عنده، وكيف أنه أهل قطر ذكر أنهم يحبونه، القبائل قطر تحب الشيخ قاسم. وكذلك تلميذ العلامة الألوسي إذا يذكرني اسمه بهجة كذا، كذلك تكلم عن جوانب أخرى من الشيخ قاسم، وذكر كذلك عن الاقتصاد في ذاك الوقت، كيف أن الاقتصاد كان معتمد على اللؤلؤ وكذا وهذه. فالحقيقة كانت فرصة جيدة لكل من حضر تلك الندوات، ولا زالت هذه طبعت على ما أعلم وزالت موجودة الآن بتناول يد. هذه الأوراق لخصت في مجلدات تبرز حقيقة جوانب كثيرة من الشيخ قاسم. قضية اهتمامه كذلك يعني كان له الأوقاف كثيرة، في هناك من فقط حصر أوقاف الشيخ قاسم اللي أوقفها في قطر في خارج قطر، على يعني وهي تبين جانب الإحسان لديه وجانب من كذلك يعني اهتمامه بالفقراء وبالضعفاء. برشيد أيضا جانب آخر وهم آثر أيضا المؤسس الشيخ جاسم، وحدثنا أيضا عن جانب القضاء وجانب أيضا الدين. سبحان الله، لنعلم بأن يعني الله سبحانه وتعالى عظيم، ولما الله سبحانه وتعالى يخلق شيء فنتأكد ونتدبر ما في أنفسنا وفي أنفسكم فلا تبصرون. قدرات تختلف من شخص إلى آخر، تجد المثقف، تجد الإعلامي، تجد فضيلة الشيخ، تجد المهندس، تجد الطبيب، كلنا نكمل بعض، لأن النبي أيضا صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق له. لكن نجد في صفات هذا القائد شيء فريد من نوعه، تجده هو فارس، حافظ للقرآن، خطيب مفوه، صاحب عقيدة صحيحة نحسبه والله حسيبه رحمه الله وغفر له، اهتم بالعلماء واستقطبهم في الوقت اللي كان في حروب، يوم تفضل دكتور والمنطقة كانت متأججة بالأمور التي لو كان شخص حاكم عادي بيقول أنا شلي بالتعليم وشلي بالعلماء، لكن استقطب علماء وفي نفس الوقت طبع كتب فسبق عصره في طباعة الكتب في ذلك الوقت. من يطبع الكتب؟ لو في وين يا أبو هاشم؟ من الهند. وتوزع الكتب في وين؟ على علماء العراق وتلاميذهم، وتذهب أيضا إلى عمان، وتذهب إلى بلدان في أقصى آسيا وشرق آسيا. هذه واحدة. الثانية استقطب وحتى قام يبتعث، شوف احنا عند الابتعاث حديث للجامعات، المؤسس رحمه الله كان يبتعث مشايخ طلاب علم، كان يوديهم يروحون، بعضهم يروح مكة وبعضهم يروح حوطة بني تميم وبعضهم كان يروح المدينة ويرجعون. فشوف ما أشبه اليوم أو الليلة بالبارحة، اليوم اللي هو عصرنا الحديث في ظل القيادة الرشيدة في حكم سمو الشيخ تميم الله يحفظه وسمو الأمير الوالد، كلهم نطلب لهم طولة العمر والصحة والعافية على طاعة الله، وأيضا نترحم يا أخي على هذا القائد الفذ في هذا الزخم، قاعد يطبع لك كتب وقاعد يستقطب علماء وبعد قاعد ينمي البلد ويواجه حروب. صفات تجمعت في قائد ما نعدها واحد واثنين وثلاثة، لكن توصل 15 و16 و17
نادر ما تجده في شخص. دكتور أيضا دكتور ربيع أيضا لو حدثنا عن المؤسس من مناقب كثيرة امتاز فيها، يمكن لعل يمكن أنت من الناس اللي يعني ذكروا في ندوات كثيرة عن المؤسس. من الأمور اللي نذكرها طبعا في هذا المقام بالإضافة إلى كلام الأخوان الأوقاف، أوقاف الشيخ جاسم، وأوقاف المؤسس منتشرة في كل ربوع الجزيرة العربية وفي آسيا وأفريقيا، كل المجتمعات الإسلامية في تلك الفترة. من المشاريع التي لم يذكرها الكثير من العلماء والباحثين، يمكن لأول مرة أنا أذكرها في هذا المقام، مشروع الجامعة الإسلامية. المؤسس كانت له فكرة إطلاق جامعة إسلامية في تلك الفترة، يعني منذ أكثر من 100 سنة. يمكن الجامعات المصرية 1908 تقريبا، المؤسس كان قبل هذا الفترة، قبل هذه الفترة هي فكرة فقط كانت، فكرة كانت وكانت يعني جدا رائعة حقيقة، لكن تعرف الظروف السياسية في تلك الفترة لم تتحقق، لكن هو صاحب هذه الفكرة حقيقة. هذه نقطة كم دكتور؟ هذه طبعا قبل وفاته. المشروع الجامعة الإسلامية كان مشروع مطروح أثناء حياة المؤسس، أن تطلق هذه الجامعة لكي تكون رائدة، لأن المؤسس كان مهتم بالعلم والعلماء مثل ما قال الزملاء، طباعة الكتب في الهند أو في كل دول العالم العربي في تلك الفترة. أيضا من الأمور اللي نذكرها اللي هي مساعدة الضعفاء سواء كان في قطر أو في خارج قطر، كذلك استقطاب العلماء إلى قطر من نجد وغيرها من البلدان الإسلامية، كانوا يأتون إلى قطر، والشيخ جاسم الله يغفر له كان يدعم هذه الخطوة لكي ينشر المذهب الوهابي في تلك الفترة كمذهب هو المذهب الحقيقي المتبع في قطر في تلك الفترة. الشيخ جاسم له جهود كبيرة حقيقة في تمسك قطر بديننا الإسلامي الحنيف الصحيح الذي يقوم على الملة النقية السليمة. حقيقة علماء قطر كلهم اللي عاشوا في قطر من بعد المؤسس ما زالت أبنائهم يوصلون نفس المسيرة. المناقب سبحان الله، يعني المآثر والمناقب عند الإنسان سبحان الله تتم عنده حتى بعد وفاته سبحان الله، وهذه ميزة ممتاز بالشيخ جاسم. يعني من المناقب تمسكه بالدين والعقيدة الصحيحة، كان في كل يعني أبياته في ما تخلو قصيدة له إلا فيها تفوح منها رائحة العقيدة الصحيحة، وأيضا يجدد دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعقيدة الصحيحة. وفي بيت من أبياته يقول: تمسك بتقوى الله واخلص له العمل على حق صواب وصايب، لأن بدون تقوى الله سبحانه وتعالى الأعمال شو يصير فيها شيخنا؟ غير مقبولة. صحيح. بدون تقوى الله سبحانه وتعالى. راشد يمكن ذكر الدكتور ربيع عن أنه يعني جاب الأمور الوهابية أو بالمعنى المذهب الوهابي في قطر، والآن احنا ربطه أيضا بمسمى جامع الإمام محمد بن الوهاب في قطر، ما هو الربط؟ الربط يا أخي هذا اليوم اللي احنا فيه يوم الوفاء لأهل الوفاء، وهو يوم العطاء. لما بنى سمو الأمير الوالد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بناه، ويعني كان تفاصيله دقيقة جدا، في ذلك الوقت كنت أنا مدير إدارة المساجد شيخنا، فكان اهتمام سمو الأمير بتفاصيل هذا الجامع وهذا المسجد بحيث أنه يحافظ على التراث الإسلامي البسيط، وأيضا اللي ما فيه نوع من البدع ونوع من الزخرفة، ونوع حتى في يوم الافتتاح يعني كنا حاضرين مع سمو الأمير الوالد سمو الأمير الشيخ تميم، فكان أحد الضيوف اللي جايين من برا يسأل سمو الأمير، يقول الوالد يقول له: ليش ما سويت نقوش إسلامية كثيرة؟ وقال له: هذه تشغل المصلين، وإحنا تعلمنا وتربينا على البساطة، وديننا دين عقيدة صافية وفطرة سليمة، شيبان الأوليين ما كان عندهم هذه الأمور. شو بكل بساطة، فهذا يستخلينا نسترجع عهد المؤسس اللي أسس هذا البلد على دين وعلى عقيدة وعلى وسطية واعتدال بدون تطرف وبروح إنسانية وبمساعدة في الداخل وفي الخارج، وللرجل وللمرأة، للصغير والكبير. شيء عظيم يا أخي، ليش ما نفخر؟ نفخر نعم، لكن ما نتكبر على الناس. هذه رسالة سمو الأمير الشيخ تميم، يقول إحنا رسالتنا الأخلاق، ما نتكبر على الناس ولا نتطاول على حد غريب. إحنا يحترمنا الآخر بأخلاقنا، يحترمنا بديننا، واحترامنا لهذا الدين هو تطبيق الأخلاق السامية. وأضيف لك من الشعر بيت شيخنا:
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ها لين قام الناس مثلا يقولون شلون قطر هذه الغريبه بحكامها بشعبها بهذه التوليفه الغريبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيار ائمتكم من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. واحنا فعلا يعلم الله الجميع شياب وعيايز واطفال وشباب يقولون الله يطول في عمر سمو الامير على طاعه الله، الله يعطي الصحه والعافيه، مثل ما كانوا سبب في هذا الازدهار ها الله سبحانه وتعالى ايضا جعلهم يحبوننا ويدعون لنا. في كم شيخنا في كم مناسبه دكتور يحضر سمو الامير الوالد، او في كم مناسبه يحضر سمو الامير الشيخ تميم، الله يعطيكم العافيه، عساكم على القوه وموفقين ان شاء الله. يعني احنا ندعو لهم وهم يدعون لنا. وايضا مبدا التناصح، لان في سوره العصر الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولاة أمرنا يوصوننا بالحق ويوصوننا بالصبر، وأيضا إحنا نتحاور معهم ونتشاور معهم ويأخذون بالمشورة بالتي هي أحسن. ويمكن أضيف لكلامك أخ علي اللي هي قضية أن المؤسس أيضا ترك أبناء أجلاء. عبد الله بن جاسم الله يغفر له حاكم قطر، كان هو حاكم الدوحة 1906 1913، تولى الحكم بعد وفاة المؤسس والده الله يغفر له، ويعني قدم خدمات جليلة لقطر، وكان يرعى العلم والعلماء، يواصل مسيرة والده المؤسس، وهذا الشيء كان موجود. حمد بن عبد الله الله يغفر له أيضا كان له دور كبير، أنه كان محبوب من أهل قطر أيضا، خاصة مع ظهور فترة البترول، لما ظهر الآيل مثل ما يقول سنة ظهور الآيل في الثلاثينات ومن ثم الأربعينيات وتصديره عام 49. الشيخ حمد الله يرحمه لما توفى بكت عليه كل قطر وكل عيايز هالقطر، كان محبوب في سنة 48. في 49 في عهد الشيخ علي الله يرحمه أيضا تم تصدير أول شحن من النفط، وكانت يسمونها سنة الخير. سنة كم؟ 49. متكلم أكثر دكتور عنها، وأيضا ربط بالمستقبل والحاضر والماضي اللي في قطر. لكن فاصل يصير ثم نعود إليكم، فكونوا معنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. حياكم الله معنا من جديد. دكتور قبل الفاصل كنت تتكلم عن سنة الخير اللي كانت 1949، وهو صدور البترول أو إخراج البترول. طبعاً كما تعلم المجتمع القطري قبل اكتشاف النفط كان يعتمد على صيد اللؤلؤ كمهنة، مهنة الغوص، ركوب الغوص والسفر أيضاً. بعد الكساد وظهور اللؤلؤ الصناعي الياباني بدأت مهنة الإقطاع يسمونها، اللي هي البيع بالجملة في تلك الفترة في قطر ومنطقة الخليج. في 49 تم تصدير أول شحنة من النفط من قطر إلى العالم تقريبا في نهاية ديسمبر. يمكن في الثلاثينيات، نهاية الثلاثينيات والأربعينيات هي الفترة اللي كانت تنقيب عن النفط. يمكن السنوات هذه كانت فيها أيضا سنوات فقر أو في منطقة الخليج ككل. يعني كانت في الثلاثينات والأربعينات اللي هي منطقة خان ولا؟ اي المنطقة هذه منطقة قطر يعني ككل. لكن انا قصدي تصدير البترول، طبعا اكتشاف عن طريق حقل دخان كأول حقل طبعا في قطر. السنوات هذه كلها كانت سنوات خير في عهد عبد الله بن جاسم حاكم قطر، وكان ايضا يساعده في الحكم الشيخ حمد بن عبد الله. الشيخ حمد بن عبد الله الله يرحمه من يعني الشخصيات اللي كانت محبوبة في قطر، حتى عندما توفى عام 48 يقال أن كل هالقطر بكوا عليه في تلك الفترة أو في تلك الأيام، كان محبوب جدا. ومن ضمن الكلام اللي سمعته من بعض شبان البكوارة اللي اشتغلوا في الشركة أنه كان يجيهم في الكامب، وكان يزورهم ويزورهم أيضا أنه يوعدهم أنه بعد ما يطلع البترول إن شاء الله. لكن توفى الله يرحمه قبل تصدير أول شحنة في 49، توفى 48 قبلها بفترة قصيرة، وكان يقول لهم إن أبشروا يا هالقطر بالخير ويأيكم البترول وإن شاء الله بتكون فيكم كل عجوز غنية. كان يبشر إن هالقطر يكون فيه نوع من الثراء، والحمد لله الآن سموه الأمير الوالد من بعدي أيضا، يعني سموه الشيخ تميم الآن، يعني يواصلون المسيرة من أجل أن تبقى قطر
بارزة وحاضرة في مجال التنمية وبناء الإنسان. وكما أكد سمو الشيخ تميم في كل خطابات السابقة، الاستثمار دائما يكون في الإنسان القطري. الاستثمار في الإنسان القطري. الجميل حقيقة أن نسمع من الدكتور ربيعة هذا الكلام، وهذا يؤكد على أن هذه الفعاليات اللي تتم في اليوم الوطني، سواء كانت برامج تلفزيونية مثل برنامجنا هذا أو البرامج العديدة الأخرى في كافة وسائل الإعلام، المقالات، الندوات الثقافية، لما تستعرض هذه الصفحة من تاريخ قطر يعني تضيف الكثير للمواطن وللمقيم وللمتابع من خارج قطر. نلاحظ كذلك يعني بالإضافة إلى تعزيز القيم وتكريس القيم اللي تحدثنا عنها في بداية الحلقة هذه، نلاحظ بأن هناك كثير من الفعاليات اللي تبرز إنجازات الحاضر، فتجد بعض الفعاليات يعني تم تنفيذها قريبة من صرح من صروح والمنشآت الحديثة، تجد بعض البرامج يكون عن هذه المنشآت والمشاريع العملاقة. كل هذا يبرز صفحة قطر في الحاضر. المتابع كمواطن سواء كان صغير أو كبير، وخاصة أبنائنا، لما يرون قطر كيف كانت في صفحة الماضي فيما يذكرونه المؤرخين والمهتمين مثل أستاذنا دكتور ربيعة وأخونا براش، ثم يرون هذه المشاريع العملاقة اللي بعضها يدشن في اليوم الوطني وبعضها يعني تكون شرارة الانطلاقة في اليوم الوطني تبدأ في هذا اليوم، تحفز الأبناء لبناء المستقبل، تحفزهم لتحقيق رؤية قطر 2030، هذه الرؤية اللي وضعت من الإنسان رقم واحد كأحد أعمدة رؤية قطر، وهي التنمية البشرية. وراشد، يمكن نشوف في قطر تحديدا يعني الأماكن الحضارية والأماكن القديمة، سوق واقف وغيرها، بدينا نرجع نعيد أيضا أمجاد أبهاتنا وأهلنا الأوليين. سبحان الله، إحنا نتكلم عن الماضي وعن الحاضر المستقبل. وعن المستقبل. إذا قلنا عن الماضي نقول وين كنا، ففعلا وين كنا؟ كنا في هذا العصر الذي يفتخر به، ولو لم يفتخر بهذا العصر لما ذكر أصلا. ولكن استرجع الآن حتى الأسماء والمسميات في اختيار الصروح الكبيرة في دولة قطر، الصروح التعليمية، الصروح الصحية، الصروح الأماكن. يعني احنا نتكلم ونحن الآن أمام مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، وهو صرح عظيم. نتكلم عن متحف الفن الإسلامي، تعميق روح ورسالة الإسلام، الدين السمح، الدين الذي يمد بأخلاقه إلى أن تقوم الساعة. نتكلم عن مسميات حتى في بعض المناطق استرجع الاسم التراثي لها، مثل سوق واقف الآن لما ندخل تستشعر بأن الآباء الأجداد لما كانوا يخلصون، والله على كلام الوالد عبد الله بن راشد الله يعافيه، يقول كنا نروح من الخور إلى الدوحة مشي على 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 ريولنا، ونوصل لين ريحنا وخلصنا شغالنا، وين يروحون؟ يصير مستراحهم في سوق واقف، ويصير هناك التقاء ثقافات، ويصير مثل عد القصيد عند بعض أهل الاختصاص، ويصير أهل الأدب لهم كلمة. أضف إلى ذلك والله الحمد لما يقام مثلا كلمات تراثية تقام في البلد، مثل عندنا قاعة في وزارة الأوقاف اسمها قاعة التراث، واسم مركز فنار قبل مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود. وأضف إلى ذلك الأسماء القديمة، عندنا عين حليتان، عندنا ولله الحمد عندكم يا دكتور بعد، ها نعم، وحواليكم برزان هناك، أسامي سميت الآن بأسماء مؤسسات، بأسماء مباني وصروح عظيمة. حتى الجلعات اليوم بدأت رمموها وعدلوها وأصبحت صروح ما زالت هي موجودة. ممكن أضيف لكلام الأخ براشد، الأخ إبراهيم، متحف قطر الوطني أنا أعتبره هي يعني هي الخطوة القادمة للثقافة في قطر. أنا بما أني أعمل عضو في لجنة المحتوى مع الشيخ آمن بن عبد العزيز الثاني مدير المتحف، أعلم أن سيكون هناك إن شاء الله حضور كبير لهذا المتحف، وسوف يعني يدشن إن شاء الله في الفترة القادمة، سيكون من أفضل متاحف ليس الشرق الأوسط، إن شاء الله سيكون من متاحف العالم، لأن تصميمه
على زهرة الصحراء التي اختير لها وشكلها الجمالي والمقتنيات اللي بتكون فيه أتوقع ستكون مفاجأة إن شاء الله. رعاية الشيخ المياس لمتاحف قطر للشيخ حسن أيضا والشيخ آمنة، يعني هذا الثلاثي حقيقة يمثل البداية لتأسيس متحف وطني راقي جدا سيرتقي إلى العالمية إن شاء الله. دكتور، يمكن يعني سؤال في ذهني، مسألة كيف نعلم عيالنا اليوم حب الأوطان وأيضا من تعليمهم القيم وتعليمهم أيضا ما يتعلق بالمؤسس وسيرة أيضا من حكموا قطر من ذاك الوقت البترول، هذا الأمر كيف نوصلها لهم؟ طبعا شوف، مناهج التعليم تلعب دور كبير في التعريف بحكام قطر بالثقافة القطرية. احنا دائما نتكلم عن التعليم انه يكون يواكب مرحلة جديدة، هذا الشعار الذي يرفع ايضا يجب ان يكون في نوع من الواقع ايضا انه يطبق، بحيث ان ابنائنا في المدارس، يعني نحتفل هالايام باليوم الوطني. اليوم الوطني كما تعلم هي مناسبة لتعزيز الهوية القطرية، للتذكير بحكام قطر. يعني في المملكة المتحدة عشان الماجستير والدكتوراه، هناك تخليد للحكم في بريطانيا، بريطانيا العظمى ما زالوا يفتخرون بهذا الشيء. نحن كقطريين من حقنا أيضا أن نفتخر بحكامنا، بالشعب القطري الذي دافع عن هذه الأرض في فترة من الفترات بتكاتفه ووقوفه مع الحاكم في تلك الفترة قبل 200 سنة. هذا التاريخ يجب أن يكتب بماء الذهب للشعب القطري حقيقة وحكامه الذين يعني بذلوا كل ما في وسعهم من أجل أن تبقى قطر خالدة ودولة مستقلة من تلك الفترة، فترة المؤسسة وحتى الآن. مطلوب أيضا يعني الاهتمام بعامل المواطنة أيضا بما لنا من حقوق أيضا علينا واجبات لهذا البلد، يعني مهم جدا أن نركز على هذا الجانب في مثل هذه المناسبة. أيضا نفس الشيء مهندس إبراهيم، نفس الشيء ما ذكرت السؤال للدكتور ربيعي، أيضا التربية الوطنية في مدارسنا يجب أن نعزز هذه القيمة حتى نعرف عن قطر صروحها وأماكنها. والله مثل ما تفضل الدكتور ربيعي، يعني يمكن أنا أضيف أنه المدرسة هي الوطن المصغر للطالب، يعني أبنائنا في المدارس يقضون جزء كبير من حياتهم من اليوم في المدرسة، المدرسة والأسرة، يعني الكل عليه مسؤولية في هذا. فسلوك الطالب في المدرسة من احترام القوانين، هذا يعني بأن هذا سيكون رجل احترم القوانين خارج المدرسة. بس المناهج بعد المناهج التربية الوطنية والمنهج اللي يعلمك قطر مناطقها وأيضا حضارتها، نعم. أيضا حتى صدور البترول، كل هذه الأمور يجب أن يكون أيضا هي تدرس في مدارسنا. نعم، ما في شك، أنا أعتقد أن بذل جهد كبير في هذا الجانب، ولا زال يعني في تطوير مستمر مثل ما ذكر أخونا ربيع يعني في جانب التربوي. لكن أنا أبغي أضيف أنه إحنا في المدرسة يعني نراقب هؤلاء الطلاب الأمانة عندنا كمدرسين أو يعني طاقم مربي، فتكريس احترام النظام، تكريس احترام والمحافظة على المال العام، يعني أثاث المدرسة من كراسي وطاولات ومختبرات الحفاظ عليها هو حفاظ على هذا، يخرج لك رجل لما يمسك الوظيفة يحافظ على موارد الدولة، وتبدأ من هنا هذا الحس الوطني، الحس بالحفاظ على موارد الدولة، الحس بالحفاظ على القانون، الحس بالتعاون مع الآخرين، هذا كله ينتقل من المدرسة يأتي إلى مكان العمل، الأمانة ومنظومة الأخلاق ككل. فهذه فرصة في اليوم الوطني أن نذكر كذلك ونرسل رسالة للقائمين على تربية أبنائنا بأن أنتم لديكم هذه الإمكانية ببذر البذرة الأولى، بالإضافة إلى طبعاً الأسرة ما نخلو مسؤوليتها من أن هي لها دور مكمل لدور المدرسة. ما هي الرسالة الموجهة أيضاً في هذا اليوم الوطني دكتور ربيع؟ طبعاً اليوم الوطني مناسبة عزيزة على الجميع سواء كان مواطن أو مقيم على هذه الأرض الطيبة، ولاحظ الاحتفال دائماً في بيوت القطريين وغير القطريين، وهذا شيء طيب يفرحنا حقيقة. نعم. هذه ناحية. الناحية الثانية والأهم أيضا، إحنا في اليوم الوطني نتذكر أمجاد أبهاتنا وأجدادنا اللي بنوا قطر في تلك الفترة، والآن نجني ثمار هذا البناء حقيقة، يعني
العلم يتطور وقطر تتطور أيضا في مجال العلم، في مجال الاقتصاد، في شتى المجالات، حتى في المجال السياسي قطر لها حضور على الساحة الدولية الآن كقوة ضاربة في المجال السياسي. يمكن البعض يتحدث عن قطر في الخارج أنها دولة صغيرة، أنا أقول دولة صغيرة لكنها كبيرة بحجمها، بإنجازاتها وبعطائها، بقوة قيادتها بنفس الوقت. شكرا دكتور ربيع الكواري على وجودك معنا. كلمة أخيرة ورسالة أخيرة توجهها في هذا اليوم، هو اليوم الوطني. والله في اليوم الوطني أوجه رسالة، بداية هي مناسبة لأن نحمد الله جل وعلا على الأمن والأمان اللي احنا فيه، وأن نتذكر هذا الماضي ونستخلص من العبر، وأن نتحمل مسؤوليتنا لمواصلة المسيرة. شكرا للمهندس إبراهيم بن هاشم السادة أيضا جد معنا. كلمة أخيرة علي بن راشد المهندي. أستذكر خطاب سمو الأمير القريب كان في مجلس الشورى، لما قال سمو الأمير الله يحفظه أن من حق المواطن القطري أن ينعم بثروة بلاده، ولكن أيضا على المواطن القطري أن يسأل نفسه ماذا قدمت للوطن. شكرا علي بن راشد مهند عزيز معنا، وأيضا الشكر موصول لكم أنتم شل الكرام. يوم الوطني هو يوم عزيز على هالقطر، أنا أقول حق كل واحد ماذا قدمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.